صدام رصد الماء اكتبان سلاحية تنظيم القروية و في الجناديه التحضيريه لدوري كره القدم منظم من طرف جمعيه التنميه القروي. احنا بالنسبه لنا في فهاد الدوري اكتشفنا اننا نكونوا كجمعيات متحدين لجهاد العرس الكروي اللي هي النسخه ديالو الرابعه، وان شاء الله في اطار يعني تشبيك هاد الجمعيات لخدمه المستقبل، خصوص المكتسبات اللي حققناهم فيما يتعلق بالمجال الرياضي هذه النسخه الرابعه، فيما يتعلق بالنقل المدرسي الحمد لله عشاني وصلنا قد ما كنا حنايا كنكريو غير واحد 207 وما عندنا جوج تقريبا ديال النقل المدرسي، وهذا مكتسب ديال المأساة في الشهر اللي كتستافد منه اكثر من 400 عدد. الحمد لله لـ 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 يعني الفاعلين الجمعويين دور رهين وما كيقدموا واحد النموذج اكثر من ذلك، بان جمعيه التنميه التنميه تدبير الماء اول جمعيه كتاسس على صعيد جامعه الساحل يعني منذ 2002، وهي سهره على تزويد ثلاثة ديال الدواوير صالحة للشرب دون يعني امدادات من اي جهة كانت. نعم، يعتبر هذا الدوري هو مشعل يعني لابراز المواهب الرياضية. بالنسبة لكم انتم عندكم شي لجنة تقنية اللي كتسهر على تقييم متابعات الدوري؟ نعم، احنا الحمد لله في يعني في هذا المجال عندنا في الكبرى، عندنا في الكبرى الدوري، ومؤمن ان شاء الله اننا نديروا واحد الفريق في العصبة إلا سهل الله عز وجل غيكون خاص يعني بالدوار ديال الرياضية. الدوري هذا راه كيجي كما قلتي، السؤال ديالك راه واجه أنه يمشي في الطرح، وباش نوصلوا هذا الهدف هو أننا خاص يكون واحد التكتل ديال هاد الجمعيات كاملين باش يمكن يمشي هذا المسار الرياضي. كما كتعرف راه الفريق اللي بدا يدير في العصبة خاص الإمكانية مالية، خاص التنقل، إذا إن شاء الله هذه الانطلاقة بإذن الله على أساس أننا نوصلوا. بالإضافة إلى ذلك الفرق يعني اللي ممارسة على مستوى الجماعة، واش كان عندكم شي اتفاقيه شراكه مع متابعه الدوري يعني من اجل متابعه هذه المواهب هذه؟ لا يخفى على اي متتبع، راه عبد ربي هو مؤسس ديال فريق الوفاق الساحلي، كنت كندير نائب الرئيس ديال الوفاق، وفعلا كنا تنسيق تام على انه اي موهبه في الدوار الريحيين كتلتحق بسميتو بنادي الوفاق. صحيح انه كانت بعض التوقفات وربما نقولوا بعض ديال الابعاد، لكن الحمد لله كل شيء اصبح ممكن. الفريق الوفاق منفتح على جميع المواهب في جامعه الساحل، وكانوا عندنا نلتحق واحد اللاعب مهدي شريف لانه كان هذا العام ان شاء الله غادي يلعب، ولكن للاسف انه تعرض لواحد الحكايه الصحيه ودار واحد العمليه، ان شاء الله العام الجاي يكون في الموجود. ودائما كيتساءل من الدوري دابا راه توقف يعني اش ما استمرش، وبالنسبه له يعني في المستقبل واش عندكم شي استراتيجيه لتطوير هذا الدوري يعني؟ صحيح ان الدوري وقف سنتين كما كنقولوا لخلافات كنسميها انا لا محل لها كما يقولوا العرب، ولكن الحمد لله كما قلت لك انه في اطار تكتل هو اللي اننا رجعنا، وكما جمعيه التنميه العالم القروي جدت المكتب ديالها على سير الشبه، ومشينا في هذا التوجه ديال العمل الجمعوي مشترك، وهذا هو السر النجاح اللي ان شاء الله غادي يحقق المبتغى. يعني رؤية تشاركية من أجل تطوير هذا الدوري. تطوير الدوري، أنا قلت لك تطوير الدوري وتطوير يعني كل ما هو في صالح المجتمع.